تنفيذا لقرارات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة قرارا بإغلاق المحلات الصناعية والتجارية احترازيا من يوم الخميس الموافق 23 من شهر أبريل إلى يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة. مساء الخير أستاذ علي، بداية هناك بعض الأنشطة والقطاعات سيتم فتحها خلال الأسبوعين القادمين، هل لك أن تطلعنا عليها؟ نعم، مساء الخير. مساء الخير القائمين على هذا البرنامج التوعوي المهم، وخصوصا في هذه الظروف، وعلى جميع المستمعين الكرام، ونقول لهم رمضان كريم. أختي العزيزة، طبعا يشرفني أن أعطي نبذة سريعة عن هذا القرار، وأحب أنوه أن في قطاعات كثيرة راح تفتح وراح تستمر في الفتح، اللي هي الهايبر ماركت والسوبر ماركت والبرادات والبقالات، محلات بيع الخضروات والأسماك واللحوم الطازجة والمخابز التي تمس يعني الإنسان بشكل يومي ويستهلكها. نعم. محطات تعبئة الوقود بالطبع، محلات تعبئة الغاز الطبيعي هم كذلك راح تستمر في الفتح، المستشفيات، العدادات، الصيدليات، محلات النظارات هم كذلك. في عندنا البنوك المصارف ما زالت، ومحلات الصيرفة تستمر في الفتح. المكاتب الإدارية ممكن بعد تواصل نشاطها داخليا من غير استقبال زبائن بشكل مباشر. نعم. عندنا الورش والكراجات، تصليح وصيانة المركبات، محلات الغيار هم كذلك مستمرة في فتحها. في قطاع الإنشاءات والصيانة والمصانع هم كذلك مستمرة في الفتح. بس أريد أنوه يعني أريد أكد على موضوع الاستمرار، التزام المواطنين وارتداء الأقنعة وزيارة هذه المحلات اللي هي مستمرة في الفتح، إنهم دائما يلتزموا بارتداء هذه الأقنعة والكمامات. طيب، ما هي الإجراءات أو الشروط التي من الواجب اتباعها في تلك الأنشطة التجارية لضمان الصحة العامة للمواطنين أيضا المقيمين من أجل تجنب الاختلاط المباشر؟ المهم أن يكون في تباعد اجتماعي، مهم كبير أن في تباعد اجتماعي. هذه التوعية مهمة، أن زوار ورواد هذه الأماكن يكون في تباعد بينهم وبين بعض على الأقل لا يقل عن متر أو متر ونص، على أساس يكون ما في اكتظاظ في المحلات هذه، أي من المهم على أساس يتجنب انتقال هذا الفيروس. نعم، السيد علي مكي الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة، شكرا لك.